السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد وسيدة جديدة. سيدة النهاردة مختلفة عن باقي الفيديوهات اللي احنا بننزلها، سيدة كده بسيطة، هتشوفوا كل حاجاتها وافكارها بحاجات بسيطة، وكمان مشترياتها الجديدة قد تكون تعجبكم، وكمان تقدروا انكم تجيبوها من جميع الاسواق ان شاء الله. عايزة بقى لايك كبير كده منكم، وكمان كومنت محفز. ولو انت اول مرة بتشوفيني من خلال الفيديو ده، اكيد يسعدني وجودك معايا وتنور عيلتي الكبيرة وتشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس، اهم حاجة على الكل بعد ما تشتركي علشان يوصلك كل جديد مني. وطبعا طبعا بفرح بكومنتاتكم اللي بتفرحني وبتديني بهجة وسرور كده ان انا اكمل معاكم. ما تنسوش طبعا ندعي لاخواتنا اهل فلسطين، ربنا يرحم شهدائنا يا رب، اللهم امين، وينصرهم نصر قريبا ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف النهاردة السيدة اللي معانا، هي سيدة تركية. هنشوف النهاردة هي هتعمل ايه، وكمان مساعدة زوجها ليها. عايزة اقول لكم كمان انا نزلت فيديو تاني النهاردة الساعة 5، زي ما قلت لكم كده في فيديو مبارح اني ان شاء الله الايام الجاية دي ربنا بس يقدرني واقدر استمر فيها كده، انزل لكم فيديوهين في اليوم. هيكون فيديو الساعة 5 والفيديو التاني الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، وكمان الساعة 5 هيكون بتوقيت القاهرة ان شاء الله. فياريت بقى تستنوني بقى، حضري بقى فنجان القهوة او كوباية الشاي بتاعتك او ايا يكن المشروب بتاعك، واستنيني علشان الفيديو هيعجبك جدا. تعالوا بينا بقى نشوف السيدة اللي معانا النهاردة عملت ايه. واول حاجة هي جابتها الصواني البايركس، طبعا ده طقم وانتوا اكيد شفتوا فلوسه او الفلوس اللي هي جايباها، هي كاتباها على الشاشة كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى هتجيب الصواني اللي هي نازلة الترند، الصواني الجولد او الصواني الذهبي. طبعا انتوا عارفين ان السيدات التركيين معظمهم او مش تركيين، كمان والمغاربة وكمان العراقيين بيحبوا جدا جدا الصواني اللي هي الجولد دي، لان هي بتدي بصراحة شكل حلو جدا في القهوة او في الشاي وكمان الفناجين. عايزة اقول لكم بشكركم كل قلبي على فيديو مبارح لانكم انتوا حبيتوه جدا، وكمان الفيديو بتاع النهاردة. الناس بقى الجديدة اللي معايا على القناة وما تعرفش ان انا عندي قناة تانية، القناة التانية دي بتاعتي انا، يعني بنزل فيها برضو شغل بيتي، اسمها من بيت رودي. ياريت كلكم تروحوا هناك وتشتركوا فيها. الناس الجديدة النهاردة نزلت فيها فيديو جديد، والناس اللي ما شافتش الفيديو ياريت تروحوا تشوفوه، هيكون فيه شوية حاجات كده الايام الجاية ان شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى نشوف الباسكتات اللي هي جابتها كده. طبعا الباسكتات دي احنا شفناها في اكتر من موقع، يعني هي بتتقفل وبتتفتح استغلال مساحات بقى، لو انت عندك مساحة ضيقة ومفيش عندك مكان تحطي وتقدر تجيبي الباسكت ده. كمان هنا دي شنط، وكمان احنا تعرفنا على الشنط دي كتير، هي طبعا كل شنطة او كل شنطة فيها كذا شنطة كده للاستخدامات اللي هي تستخدمها لو هتعين فيها اي حاجة يعني. تعالوا بقى نشوف كمان الطقم بتاع الشاور او الطقم بتاع التويلت. عايزة اقول لكم ان هو شكله حلو جدا جدا، في ناس اللي بتحب اللون الاسود هتميل قوي للون ده، انا شخصيا بحبه جدا يعني. المهم تعالوا بقى نشوف كمان الصفاية دي من باقي المشتريات اللي هي جابتها، ويعتبر هنا كده كانت خلصت بالنسبة لي مشتريات المطبخ. ده روتين ليها بسيط كده، يعني ممكن حد يتضايق مني شوية ان انا مجرية الفيديو، بس انا والله مش مجرية ولا حاجة، هو الفيديو اللي بيجري كده، ولكن ده غصب عني والله. بس اوعدكم ان شاء الله فيديو بكرة هيكون يعني السرعة بتاعته مش كده، وفي نفس الوقت يكون حاجة برضو تعجبكم ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف هي نظفت الادراج. تعرفنا خلاص على المكنسة اللي هما بيكنسوا بيها على طول، وعايزاكم بقى تكتبولي تحت في الكومنتات احسن مكنسة زي المكنسات دي اللي هي بتكنس الارضيات وكمان الباركيه والانتري وبتجيب الفواصل والحاجات دي كلها. الناس اللي جربتها ياريت تكتب لي تحت في الكومنتات على اسمائها واسعارها، يعني اكتبي لي مثلا اسم المكنسة واكتبي لي سعرها كام. تمام. طب هنا كانت جايبة باسكت، عزكم الله يعني،
حلو قوي اللي هو اللونين في بعض كده، الجري مع اللون الابيض، الاتنين شكلهم حلو، عاملين ماتشنج حلو. شايفين بقى المطبخ بعد ما رتبته؟ اكيد كلنا كده. تعالوا بقى نشوف المشتريات بتاعتها من الكبات والشنط او الاستخدامات اللي هي بتستخدمها يعني وهي خارجة. طبعا انتوا عارفين شي ان اصلا يعني ماركة حلوة جدا جدا، او براند حلو جدا، ف يعني هو ممكن يكون غالي شوية ولكن هو براند حلو جدا جدا يعني. هنا كانت جايبة شوية مشتريات ليها بالنسبة للملابس وكمان الشنط والحاجات دي كلها. الشنطة دي بصراحة اكتر حاجة عجبتني، يعني شكلها جديد واخد كده نظام دوران، شكلها حلو جدا بصراحة. ده طبعا بوت علشان الشتاء. تعالوا بقى هنا بعد ما جابت المشتريات والحاجات دي، فكان لازم ان هي تنظف الغرفة وكمان تعمل الدولاب. هتيجي بقى كانت جايبة طقم ملايات كده لونه اسود لان الأوضة فاتحة فهيليق عليها اللون الغامق. اكيد بعد ما خلصت لازم تحط المعطر في قلب الاوضه اللي بيخلي الاوضه ريحتها حلوه، وفي نفس الوقت كمان بيديها رونق حلو كده. قفلت الباب وفتحته تحس كده ان هي داخله حاجه ريحتها حلوه، مش بس في غرف النوم، لا في قلب اي مكان في الشقه، حتى والله لو انتي واقفه في المطبخ. يعني انا شخصيا مثلا ساعات ابقى اكون مثلا عندي كسل كده، اكيد كلنا فينا الحته دي، وانا مثلا جايه اغسل المواعين ومش عايزه اقوم اغسل المواعين ومكسله، فاقوم جايبه شويه معطر. الناس بقى اللي بتحب المعطر وبتحب الروائح الحلوه كده زي، تقوم بقوم رشقه شويه كده في المطبخ، والله العظيم بيديني طاقه ايجابيه وبيخليني اخلص المواعين اللي ورايا والحاجه اللي في قلب الحوض. بجد والله جربي لو انتي مالكيش نفس انك تخشي تعملي المطبخ في وقت مثلا انت مثلا مكسله فيه او كده، جربي انك انت كده تحطي فيه شويه معطر، صدقيني والله هيديكي طاقه. طبعا هي خلصت الغرفه التانية ونظفتها تنظيف عميق، وبعد ما نظفتها طبعا الملايات غسلتها، وطبعا دي الغساله او المنشفه، مش عارفة هي دي المنشفة ولا الغسالة، بس تقريبا كده هي المنشفة لان الغسالة في التويلت، ودي هتشوفوها دلوقتي. هي عندها، انا قبل كده سألت هي ليه بيحطوا غسالتين مع بعض، ولا بيكون في غسالتين مع بعض ليه، لاني بيكون غسالة غسالة عادية والتانية بيكون مجفف او منشفة، يعني بيجفف الهدوم بعد ما بتخلص الهدوم وبتعصرها في الغسالة عادي، بتحطها في المجفف ده بيطلع لها الهدوم كأنك جايبها من على الحبل بالظبط. ولكن انا بصراحة بفضل يعني ما تنشريها على الحبل احسن لحاجات كتيرة. اولا الشمس بتحمص الحاجة كده وبتخليك الحاجة حلوة جدا وبتكون ريحتها حلوة، عكس المجفف. بصراحة انا معرفش برضو المجفف ممكن يكون حلو، ولكن انا يعني بتكلم عن تجربتي بقى عن الغسيل وكده. لا هو الغسيل يكون يعني افضل لو هو في بلكونة، وممكن يكون افضل في المجفف. اللي عنده المجفف وجرب ده وجرب ده هو اللي هيبقى فاهم قصدي. تعالوا بقى نشوف كمان خروجتها هي وزوجها لمكان، هنقول بصوا هو على البحر ولكن هو مخصص لها كده، عارفين انتوا اللي هو العربية او هنقول ايه، جوخ، حاطين فيه غرفة نوم، وكمان يعني قاعدة كده حلوة. شايفين بجد شكلها حلو، انا شخصيا يعني عجبت بيها قوي، تحسي براحة يعني تخرجي بقى من بيتك كده تحسي براحة، عربية ومكيفة من جوه وفيها كل حاجة كأنها قاعدة في بيتها بالظبط. شايفين الشكل الجمالي، بجد حاجة كده واو. بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. دي فقرة بسيطة كده حبيت
احطها لكم في الفيديو. قلت لكم فيديو امبارح واقترحت عليكم ايه رأيكم لما نحط كده فنجان قهوه وكمان ميه في كل فيديو، نشوف الافكار بتاعتها لتقديم الشاي القهوه لضيوفنا تكون شكلها عامل ازاي. وكتير منكم قالوا لي احنا موافقين على الفكره يا رودي، فانا حبيت ان انا اجيبها لكم في اخر الفيديو. خلص فيديو النهارده، شوفوا الفيديو الجاي، ومع السلامه.